خليني أسألك بقى عن السوبر الأفريقي، أكيد دي مواجهة مرتقبة ما بين الكبيرين الأهلي والزمالك، الكل أكيد قاعد مترقب النتيجة هتكون عاملة إزاي، الكل بيرجع وبيتذكر النتائج الخاصة بالفرقتين في المواجهات الأفريقية اللي كانت ما بينهم على مر التاريخ، والكل برضو قاعد ويعني بيتكلم عن السكواد، عن طريقة اللعب، عن جوميز، عن كولر، مين ممكن يكون كفته بتترجح في هذا اللقاء ومين هيقدر يكون هو صاحب اللقب، هل ممكن نادي الزمالك يعيد الإنجاز بتاع سنة 1994 لما قدر يفوز على النادي الأهلي في نفس البطولة بهدف لكابتن أيمن منصور، ولا المواجهات الأفريقية اللي دايما كانت بتجمع النادي الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا واللي دايما كان للنادي الأهلي الغلبة فيها هتكون هي المعيار أو المقياس للمباراة دي، ولا كالعادة هي مباراة ملهاش أي مقاييس؟ لا، هو حتة أنا كتير قوي وأنا في المكان ده قعدت وقلت إن حتة إن المباراة اللي هي أي حد بيحلل المباراة بيتكلم على إنها مباراة غير خاضعة للمقاييس، التاريخ بداية من بداية التسعينات وحتى الآن، يعني بنقول مثلا إيه كده 34 سنة من عمر مباراة الأهلي والزمالك اللي هي أول لقاء ليهم كان 1916، يعني من قرن وثمان سنين، من 108 سنة. في ال 108 سنة دول كل من 1916 حتى 1990 ده كانت بلا أي مقاييس، بل بالعكس ده كان فريق يبقى بعيد خالص عن الصورة ويكسب. صحيح. إنما من سنة 90 لغاية الآن أنا حسبتهم طلعوا تقريبا يعني مثلا حوالي 100 مباراة، يعني من ال 225 مباراة اللي جمعوا بين الفريقين رسميا في مختلف المسابقات محليا وافريقيا، 100 منهم اتلعبوا من سنة 90 لغاية دلوقتي، اللي هم حوالي 63 مباراة في الدوري، حوالي 10 مباريات في الكاس، كل مباريات دوري الأبطال لأن كلها بعد 90، كل السوبر الأفريقي الوحيد كان برضه بعد 90، كل مباريات السوبر المصري لأنها كلها من بداية من 2003، فكلهم اتلعبوا في الفترة اللي أنا بذكرها ديت. المباريات الميت مباراة اللي اتلعبوا تقريبا دول، أما بنقيس عليهم نسبة وتناسب بنلاقي إيه؟ إن في الميت مباراة دول الفريق الأعلى فنيا بفارق ملحوظ، مش هتكلم برضو على إيه فروقات بسيطة، كتير قوي كانوا بيلعبوا والفروقات بسيطة، يعني صحيح. ده يكسب ده يكسب ما تبقاش مفاجأة، لكن احنا بنتكلم على أما يكون الفروقات واضحة دايما الفريق الأفضل بيكسب. وكان هناك استثناءات خلال زي مباراة الستة واحد مثلا، زي مباراة الستة واحد، زي مثلا ان الزمالك كان في 2017-2018 بعيد خالص وراح كسبان الاهلي في الدور الثاني، زي مثلا بعض المباريات اللي هي كانت نتيجتها مش معبرة عن وقتها، ان مثلا الزمالك كان بطل دوري وبطل كاس 2014-2015 وهو الافضل بكتير وكان هو المتفوق تماما في الكرة المصرية، واخد البطولتين المحليتين والاثنين على حساب الاهلي، وبعدين بيلعبوا مع بعض في الدور الثاني للدوري وخلاص الزمالك تقريبا شبه حسم الدوري والاهلي يكسب 2-0 الجولين بتوع مؤمن زكريا. صحيح. دي انا بكلمك في عدد، اذا يعني في قاعده وفي استثناءات، هل احنا دلوقتي بقى هنمشي ورا القاعده ولا الاستثناءات؟ بس هقول لك على حاجه، القاعده ديت والاستثناءات بتاعتها اللي هي تقريبا انا لخصتها في حوالي 5 مباريات، 5 من 100 مباراه يبقى 5%. صحيح. اعتقد ال 5% دي نسبه تعتبر بسيطة قياسا بعدد المباريات. أكيد. يعني ما اقولش مثلا في 6 مباريات مباراتين، لا ده انا بتكلم 100 مباراة فيهم 5 مباريات شذوا عن القاعدة دي، 5 مباريات بس. يعني ممكن نحط نفس النسبة دي على المباراة بتاعت سوبر الافريقي؟ ما حوالي اخر مباراة بين الفريقين كانت المفروض انها ضمن هذه القاعدة، ان الاهلي كان في الدور الثاني لدوري الموسم الماضي. أول حاجة الأهلي كان فايز 4 مرات متتالية وكلها انتصارات كبيرة. صح. في السوبر المصري 2-0 وفي الدوري المحلي 3-0 و4-1 وبعدين في بطولة الكاس 2-0، يعني فايز بفارق أهداف في كل المباريات، ما جاش فيه غير هدف واحد من ضرب الجزاء في المباريات الأربعة، وجات المباراة الأخيرة اللي هي في إبريل اللي فات في الدوري الزمالك اللي كسب. بعيدا عن كرة، يعني واحدة من ال5 مباريات اللي شزت عن القاعدة كانت آخر مباراة خالص. صحيح. من الأهلي والزمالك. بس احنا برضو لازم يا دكتور نحط في الاعتبار السكواد والموسم بقى، الانتقالات والتدعيمات اللي عملها النادي الأهلي وفي المقابل نادي الزمالك، لازم نحطهم في الاعتبار واحنا برضو بنشوف مين ممكن تكون كفته أرجح خلال هذا اللقاء.
كلامك مظبوط، بس في حاجتين بيخلوا ان احنا نتكلم على الاسكواد دلوقتي وعلى المستوى دلوقتي وعلى الانتقالات الجديدة او اللعيبة اللي انضمت حديثا. صحيح. لكلا الفريقين مش دقيق قوي حاجتين. اول حاجة ان احنا ما بدأناش الموسم لسه، صح، وما نقدرش ابدا نحكم عليهم، نحكم على الموسم اللي فات. يعني اي فرقة، يعني ساعات كده في لعيبة تبقى متألقة تألق غير عادي في موسم، وبعدين فترة ما بين الموسمين تلاقيه في الموسم الجديد شكل تاني خالص، حاجة تانية خالص. فده دي برضو تخلينا ما نقدرش نحكم قوي. نمرة اتنين، ان الانتقالات الجديدة صعب شوية انك تشوفي حد منها او عدد كبير منهم يشارك في المباراة. على سبيل المثال، كان المفترض ان اشرف داري ان يكون واحد من اللعيبه اللي هيستعين بيهم الاهلي في مباراه القمه، والاهلي كان عنده ثغره او يعني مشاكل شويه في حته قلب الدفاع دي. طب انا دلوقتي لو انا مكان كولر، طب العب باشرف داري اللي لسه ما لعبش خالص، ولا العب بالاثنين اللي بيلعبوا جنب بعض، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه؟ رامي ربيعه دي مثلا نقطه تفكير، خاصه بعد التالق الكبير جدا اللي عاشه في الفتره الاخيره رامي ربيعه، واحرازه لهدفين، هدف في الذهاب وفي الاياب في دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا قصاد الفريق الكيني. مظبوط مظبوط. طيب يبقى اذا انا دلوقتي مش قادر اقول مثلا، طيب مش لك اللاعب البولندي لاعب نادي الزمالك الجديد، مش لك ده يلعب، ولا انا هلعب اللي انا عارفهم واللي انا شايفهم قبل كده، زي مثلا سيف الجزيري يلعب مع زيزو مع مصطفى شلبي، يعني شكل الفرقه الطبيعي، ولا ادخل عليها حد من الجداد؟